فكانوا أي فقيه يقوم يألف كتاب في مجال الفقه يخصص له باب ويتحدث عن مجال البيوع والمعاملات المالية، إلى أن جاء الإمام محمد بن حسن الشيباني وهو تلميذ الإمام أبو حنيفة اللي عاش قبل 1200 سنة وألف كتاب خاص سماه كتاب الكسب. ومن بعد هذا الكتاب توالت الإصدارات الإسلامية في مجال الاقتصاد الإسلامي. عندما نبحث في كتب الاقتصاد الإسلامي نجد أن الإسلام كان يحترم الاستثمار، وكان يدعو إلى استثمار الأموال وإلى تنمية الأموال، وكذلك كان يحترم الملكية الفردية عكس النظام الاشتراكي اللي كان يحارب مطلقاً نظام الملكية الفردية. وقد كان التجار والمستثمرين في الحضارة الإسلامية لهم دور كبير جداً خلال العملية السياسية والعملية الاقتصادية، وكانوا داعمين أساسيين للاقتصاد الإسلامي في زمانهم. وكذلك ساهم الإسلام في علاج مشكلة الفقر من خلال الصدقات ورعاية الأيتام ومشروع الزكاة، هذا المشروع العظيم اللي قدم نموذج بارز في التكافل الاجتماعي اللي إلى الآن دول العالم تستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية السمحة. وفي عام 1970 اجتمع مجموعة من الباحثين في المجال الاقتصاد الإسلامي وقدموا فكرة تأسيس أول بنك إسلامي في العالم، وشكك بعض الباحثين في إمكانية تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع، ولأن الأفكار العظيمة بحاجة إلى شخصيات عظيمة لتطبيقها على أرض الواقع أطلق الراحل سعيد لوتاه وأعلن عن إنشاء أول بنك إسلامي هنا من مدينة دبي عام 1975، حيث أعلن عن إنشاء بنك دبي الإسلامي وهو أول بنك إسلامي في العالم. وبعد النجاح المبهر لفكرة بنك دبي الإسلامي توالت عملية افتتاح المئات من البنوك الإسلامية في مختلف دول العالم، وكذلك طرح الحاج سعيد لوتاه عليه رحمة الله عام 1979 فكرة إنشاء أول شركة تأمين الإسلامي القائم على مبدأ التكافل. وبعد ما قدمنا شرح مفصل عن فكرة الاقتصاد الإسلامي هناك مجموعة من التساؤلات. اليوم ومع ظهور مفاهيم جديدة في الاقتصاد العالمي والتسارع اللي نحن نشوفه وظهور العملات الرقمية، هل يستطيع الاقتصاد الإسلامي أن يساير الركب؟ واليوم في برنامج فكرة بنستضيف الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، وهو باحث متخصص في الاقتصاد الإسلامي ويعمل في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وبيحدثنا أكثر عن فكرة الاقتصاد الإسلامي ومستقبله في عالم المال والأعمال. فكرة الاقتصاد الإسلامي، وحديثنا اليوم بيكون مع ضيفنا العزيز الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، باحث أول في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ومتخصص في مجال الفقه الإسلامي وبالأخص الاقتصاد الإسلامي. لو تحدثنا عن مفهوم الاقتصاد الإسلامي دكتور. حياكم الله أستاذ وليد. حقيقة الاقتصاد الإسلامي ممكن أن يختصر بكلمات قليلة مختصرة مقتضبة، يعني هو مجموعة القواعد والأصول والمبادئ المستنبطة من الكتاب الكريم القرآن الكريم صحيح. والسنة النبوية المتعلقة بجانب البيع والشراء ومجمل القضايا الاقتصادية صحيح. مجموعة المبادئ والأسس
والأصول المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة النبوية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وما يبنى عليها من تطبيقات عملية بحسب كل بيئة وعصر. صحيح. إذن الاقتصاد الإسلامي يتكون من شطرين. صحيح. ثابت ومتغير. أنا الحين أسألك شو الثابت وشو المتغير؟ المتغير هو القضايا المستجدة. صحيح. المتغيرات اليوم كثير من التطبيقات لم تكن موجودة في عصر السلف وفي عصر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الثوابت هي الأصول القطعية الثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأحل الله البيع وحرم الربا. اليوم لو مثلا يعني يطرح شخص سؤال ويقول شو اللي أضافه الاقتصاد الإسلامي للمجتمعات الإنسانية في السابق وفي العصر الحالي، شو اللي أضافه؟ الاقتصاد الإسلامي حقيقة هو كمصطلح هو مصطلح معاصر، نحن لم نعرف هذا المصطلح في كتب السابقين. صحيح. في كتب الفقهاء والعلماء وغيرهم، ولكن كتطبيق هو أمر رسخ عقيدة الحلال والحرام، عقيدة الإيمان باليوم الآخر من خلال الأسلوب المتبع لكل شخص. يعني أنا لماذا لا أغش؟ لماذا لا أحتكر؟ صحيح. لماذا لا يعني أتلاعب في الميزان؟ لأنني على يقين بأن هناك يوم آخر سأحاسب. أنت ذكرت في حديثك أن الإسلام حرم الاحتكار وحرم الغش وحرم الخداع. نعم. إذن يعني أفهم من كلامك أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مبدأ يعني حل المشكلات الاقتصادية كذلك؟ بالتأكيد. وزي شو المشكلات الاقتصادية اللي هو يحلها؟ المشكلات الاقتصادية يعني هو سبحان الله طبيعة الإنسان، كل البشر اليوم الله عز وجل ركب فينا غرائز. صحيح. ودوافع، من ضمن هذه الغرائز مسألة حب المال. صحيح. أنا أحب المال بفطرة ركزت وركبت في، وهذا الأمر فيك وفي جميع الناس. يعني. صحيح. وتحبون المال حبا جما جما. طيب هذا المال كيف أحصل عليه؟ لو ترك الأمر بدون ضوابط لكانت الوضعية فوضى، كل واحد يحب أن يحصل على مليون، وبعد المليون 10 مليون، وبعد 10 مليون. والإنسان يعني لو كان لابن آدم واديان لابتغى لهما واديان من ذهب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابتغى لهما ثالثا. حلو. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. صحيح. طيب أنا من يعني أريد أن أحصل على هذه الأموال بدون ضوابط تهذب مسيرتي في هذه الحياة، لا شك أني سأزل، ويعني سنحتاج إلى شرطة وإلى قانون وإلى مراقبة ليل ونهار. صحيح. الاقتصاد الإسلامي ركز على جانب الرقابة الذاتية بعيدا عن اعين الكاميرات، بعيدا عن اعين الشرطه، الامانه الذاتيه. خلينا هذا نقول هو ان الامانه، ان الشخص يتصف بالامانه الذاتيه. نعم. فحينما يكون المسلم على يقين بانه الغش حرام لان الله حرمه، ولانه الاضرار بالناس لا يجوز. صح. ولان كل ما يعني يقدمه سيجازى عليه. هناك يعني من يعني يقصر الاقتصاد الاسلامي المعاصر في المعاملات المصرفيه في البنوك وشركات الماليه، شو رايك؟ هل الاقتصاد الإسلامي فقط مقتصر على جانب معاملات مالية مثل بنك إسلامي، مصرف إسلامي، أم أن الفكر الاقتصادي الإسلامي واسع جدا؟ حقيقة هو من يعني الأخطاء الشائعة ممكن أن نقول أنه طغيان المعاملات المالية أو المصرفية الإسلامية على مصطلح الاقتصاد الإسلامي، وهذا الأمر حقيقة يعني بحاجة إلى إعادة نظر أو إلى استيعاب أكبر. الاقتصاد الإسلامي خيمة يضم الجانب المعاملات وجانب العمل الخيري، يضم الوقف، يضم الزكاة. ها حتى الوقف كذلك؟ طبعا طبعا. الوقف يعني باب أو قطاع كامل. الوقف عندنا الوقف الخيري وعندنا الوقف التنموي. صحيح. هذا بحد ذاته يعني هو يحث على العمل وعلى النماء، لأنه الوقف هذه الجزئية يعني توقف عندها قليلا، الوقف هو مشروع مستقبلي النظرة. صحيح. مصلحي الفكرة. الوقف يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما شرع جعل للمستقبل. صحيح. يعني حينما تقف وقفا اليوم حضرتك، أو الأخ يبني مسجدا، أو الأخ يحفر بئرا، هذا لا يتعلق بجيل 21. صحيح. هذا قد يبقى إلى جيلين أو ثلاثة أو إلى قرن أو أكثر أو إلى قيام الساعة. صحيح. لما؟ لأنه الوقف فيه فلسفة خاصة. صحيح. فهذه الأمور هي كلها من
أجزاء الاقتصاد الإسلامي اللي تنضوي تحت خيمة، لكن الناس اليوم شاعد أدها هذا المصطلح مصارف إسلامية اقتصاد إسلامي كأنهما واحد، والحقيقة أنه المصرفية الإسلامية جزء بسيط من الاقتصاد الإسلامي. نحن كذلك عندنا مصطلح شائع نسمعه بشكل كبير اللي هو الاقتصاد المستقبل. بنتحدث عن هذا، عن اقتصاد المستقبل ودور الاقتصاد الإسلامي في اقتصاد المستقبل، لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ولنا عودة. عدنا من جديد أعزائي المشاهدين مع الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، حياك الله دكتور. حياك. اقتصاد المستقبل، العملات الرقمية، مصطلحات جديدة قمنا نسمعها. هل اليوم الاقتصاد الإسلامي يستطيع أن يساير هذه المفاهيم الاقتصادية الحديثة؟ بالتأكيد، يعني احنا لما قدمنا قبل قليل ونرجع إلى مسألة الثابت والمتغير، صحيح، عندنا أصول، عندنا نصوص شرعية، هذه النصوص الشرعية التي لا يمكن أن يتم التلاعب بها، وعندنا المتغيرات. المتغيرات هي التطبيقات العملية التي تتوافق مع البيئة والعصر حسب الطبيعة المتغيرة باستمرار. صحيح. فمسألة الاقتصاد الرقمي حقيقة هو يعني عنوان العصر الجديد وعنوان المرحلة القادمة، وحقيقة يعني هنا أشير إلى أنه من أوائل اللي تحدثوا بهذا الموضوع ويعني لفت النظر إلى هو سمو الشيخ حمدان بن محمد بالقمة العالمية للحكومات. صحيح. في مطلع 2019 على ما أذكر، حقيقة ذكر المدن الذكية وما يتم طرحه في هذه المدن في يعني استطلاع واستشراف للمستقبل. صحيح. وذكر اقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي واقتصاد البيانات، وهذه الأنواع حقيقة كلها اليوم يعني كلها مفاهيم حديثة. مفاهيم حديثة. صحيح. يعني لو نجي على الاقتصاد التشاركي حقيقة هو مفهوم جديد، إذا نجي نطبق على الاقتصاد الإسلامي يتوافق ولا يتعارض؟ يتوافق مع الضوابط الشرعية. صحيح. فكرة الاقتصاد الدائري كذلك، مسألة التدوير وعدم الإضرار بالبيئة وعدم المساس بالأفراد والمجتمعات من حيث الأبخرة حماية البيئة، حماية البيئة بشكل عام، وإمكانية الانتفاع من السلعة ودورانها. صح. يعني حينما نشرب قنينة الماء بدل أن نرميها في المهملات، هذه ممكن أن تنفعنا وتنفع الجيل المقابل. هذه تتوافق ولا تتعارض مع الشريعة؟ صحيح. بالتأكيد تتوافق. يعني عندنا مثلا على سبيل المثال حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بحديث السفينة. حديث السفينة النبي عليه الصلاة والسلام باختصار يتكلم على قوم في سفينة، في قسم اعتلوها وقسم يعني في داخلها، كان كل ما يحتاجون ماء يقولون نرقى إلى الطابق العلوي ونغرف من البحر أو من النهر. أحدهم اقترح قال إحنا ليش نضايق الجماعة اللي فوق؟ صحيح. لو ثقبنا ثقب حتى ما نضيق عليهم، كل شوية طالعين نازلين. صحيح. فيقول فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. صحيح. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ولنجوا جميعا. صحيح. اليوم يعني مسألة الاقتصاد الدائري هي مشكلة البيئة، الاحتباس الحراري، حتى الاحتباس الحراري يتحدث، يعني الفكر الاقتصادي الإسلامي يتحدث عن هذا الموضوع. بالتأكيد بالتأكيد، احنا قلنا يعني الاقتصاد خيمة، هو يتحدث عن كل ما له مصلحة ولا يترتب عليه ضرر ولا يتعارض مع الضوابط الشرعية. صحيح. فهذه المسائل، أنا سقت هذا المثال حتى أوضح للسادة المشاهدين أنه الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد المستقبل لو صلحت النوايا وتم التطبيق الحرفي الدقيق. تطبيق أهم شيء، يعني التطبيق الحرفي الدقيق. الدقيق، نعم، لأنه النوايا حقيقة لا تؤتمن، وكلنا بشر والبشر يخطئون ويصيبون. دكتور، أنت ذكرت كذلك الاقتصاد التشاركي وهو مصطلح حديث في عالم المال والاقتصاد. حدثنا عن يعني الاقتصاد الإسلامي ودوره في الاقتصاد التشاركي. نعم، الاقتصاد التشاركي يعني باختصار هي أصل الفكرة، يعني نشأت في باريس قبل حوالي أكثر من 10 سنوات. شخص كان
يريد سيارة أجرة يرجع فيها إلى بيته في يوم ماطر هو وصاحبه ما وجد، فخطر على باله أنه ممكن أن يستثمر السيارات المعطلة المركونة في المواقف في لحظات الناس هم يعني ما يخرجون، ما عندهم التزام أو دوام أو عمل، ممكن أن يتعاون مع هؤلاء من خلال الهاتف الذكي بتطبيق تطبيقات ذكية يقوم على ثلاثية، ثلاثة أطراف، يعني الشخص المالك للسلعة، طبعا الأمر ما يتوقف على سيارة أو على كاميرا أو على محراث زراعي أو على يعني كل ما تمتلكه، يعني مجال واسع جدا بالذات يعني قطاع جداً. المواصلات والتوصيل وغيره، الفنادق والبيوت، ويعني الآن يعني يمكن نشوف في الدول وهنا عندنا يعني الأمر يعني بدأ يعني ينتشر، الشخص يشارك السلعة الخاصة به والتي يعني لا يستخدمها في هذا الوقت أو في هذا الموسم. شو دور الاقتصاد الإسلامي؟ شو الإضافة يعني شو الاقتصاد الإسلامي شو يضيف على الاقتصاد التشاركي؟ الاقتصاد الإسلامي يبحث هذا الأمر، يعني شوف يتعارض أم يتوافق. صحيح. المشاركة، إمكانية مشاركتك مع أخيك. صحيح. يعني القرآن يعني الكريم أصل القرآن الكريم قص علينا مسألة المشاركة اللي دخلوا على سيدنا داود. صحيح. قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة، لكن مسألة المشاركة هل هي من حيث الأصل موجودة في الشريعة ولا غير موجودة؟ موجودة. ففكرة الاقتصاد التشاركي هي فكرة معاصرة حديثة اليوم، لأنها تقوم على التطبيق الذكي من خلال استخدام الهاتف في تسويق أو استعمال الحاجة الشخصية من قبل الغير، من قبل المقابل. صحيح. على قدر حاجته. صحيح. هل يتعارض أم يتوافق؟ يتوافق إذا كان الأمر مشروع، ويتعارض إذا كان الأمر ممنوع، ممنوع أو غير مشروع. نعم. طيب زين، هذا معناته أن أصلاً يعني أي فكرة اقتصادية حديثة أو أي مفهوم اقتصادي في العصر الحديث له إذا أصل في الشريعة الإسلامية. هو نحن واجب الاقتصاد الإسلامي وواجب الباحث في الاقتصاد الإسلامي البحث عن هذا الأمر. صح. هل هناك أصل أو لا أصل له؟ إذا كان هناك أصل يشوف هذا الأصل يتوافق أم لا، أم يعني يتعارض. صحيح. هذا الأصل. صح. نعم. طبعا عالم العملات الرقمية والاقتصاد الرقمي كثر الحديث حوله. نعم. لو يعني تحدثنا عن هذا المجال لكن في باب الاقتصاد الإسلامي. نعم. دور الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد الرقمي. الاقتصاد الرقمي قديم نسبيا، احنا من كنا نستخدم يعني بطاقات الائتمان الفيزا كارت وغيرها، هذا كله اقتصاد رقمي. صحيح. في مرحلة كورونا زاد الإقبال على هذا الاقتصاد من خلال البيع والشراء، كان كثير من الناس محجبين عن التعامل مع الصراف، مع الدخول على الانترنت وشراء سلعة عن طريق التجارة الإلكترونية. الأمر الواقع فرض نفسه على كثير من الناس، يعني أيام الحظر كنا مارسنا عملية البيع، عملية الشراء، التسوق عن طريق الفيزا وعن طريق بطاقة الائتمان. فالاقتصاد الرقمي هو موجود ولكل مرحلة ظرف للتعامل معه. صحيح. العملات الرقمية وما يثار حولها حقيقة هي يعني وليدة الساعة. صح. هي آخر صيحة. صح. والباحثون ما زالوا يبحثون في هذا ما الموضوع. زالت الضبابية حقيقة، لأن احنا يعني قلنا كل مسألة نأخذها على يعني مطبخ البحث أو على يعني ماذا نسمي، حينما يعني يكون عندنا بيع ائتمان ويعني سلعة غير ملموسة ونقود لا يتم التقابض، حقيقة هذه مسائل يعني ظاهرها يتعارض مع الأصول اللي تكلمنا عنها في البداية. صحيح. أصول الاقتصاد الإسلامي الثوابت. فهذه المسائل يعني حقيقة يعني بحاجة إلى مراجعات. اليوم عندنا الدرهم أو الدينار أو الريال موقع من وزير المالية أو من حاكم المصرف المركزي. صحيح. هذا يعني إلها يعني غطاء رسمي قانوني. صح. لكن العملات الرقمية اليوم هي يعني مجهولة المصدر. صح. وهذا في إشكال يعني في مسألة الأصول والضوابط اللي تحدثنا عنها باختصار. ماذا عن مستقبل الاقتصاد الإسلامي في ظل هذا التسارع الكبير؟ يعني اليوم يعني سابقا كنا ننتظر 30-40 سنة يلا يطلع لنا مفهوم جديد، الحين يمكن خلال أسبوع أسبوعين ثلاثة دائما مفاهيم اقتصادية حديثة ومجالات واسعة من الاقتصاد.
شو مستقبل الاقتصاد الإسلامي؟ والله الاقتصاد الإسلامي هو كعلم شرعي واضح، واضح المعالم، لكن الإشكالات في التطبيقات. الاقتصاد الإسلامي باقي، ما زال الناس يعني يؤمنون بالحلال والحرام، ما زال في الناس وازع ديني وشخصي ورقابة ذاتية تمنع الناس من الغش والاحتكار والخداع والغرر والمماطلة والمماكسة وغيرها من الإجراءات. الاقتصاد الإسلامي على المستوى الشخصي باقي، وعلى المستوى المؤسسي نحن يعني نرى الكثير من المؤسسات والمدن والدول تبنت هذا الفكر وعملت عليه ودعمته. صحيح. نعم. الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، باحث أول في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أستاذ وليد، وفرصة سعيدة. إلى هنا وصلنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. ترقبونا الأسبوع القادم وفكرة جديدة ومفهوم جديد بنناقش حولها.